في مهرجان باكلاش شفنا حرب بين أفراد البلود لاين مع كيفن أوينز وراندي أورتن. Are you serious right now, bro? Jey Uso حارب من كل قلب. ونزال مجنون بين كودي رودز والاستثنائي. المهرجان كان في فرنسا، بالتحديد مدينة ليون. قبله في الكاونت داون شفنا سي ام بانك وبيج اي. وين؟ في الاستوديو. ليش ما كانوا في الاستاد ونستمتع بتفاعل الجمهور؟ ما ادري، يعني ما في تذاكر، طيارات، اي شيء يا تريبل اتش. راضين؟ فنبدا العرض الرئيسي، واول نزال بين كيفن اوينز وراندي اورتن. طبعا الجمهور غنى اغنيته من جديد ضد سولو ساكوا وتاما تونغا. الحبيب لابس جير نيو جابان بالوان سولو احمر واسود. الحضور يبغون رومن رينز، والجعده يرفع صبعه. نبدا حار بحار بفوضى برا الحلبه، هذا الصح بعد اللي شفناه في الأسابيع الماضية. يعني مو لازم نشوف مصارعة، لا، نبغي قتال. السيكوريتي والحكام مع الإدارة وقفوا الشباب، ونيك ألدس عمل شيء إيجابي أخيرا في حياته وأعلن تحول المباراة هذه لقتال شوارع، نعم ستريت فايت، يعني العين بالعين والضرس بالضرس. شوفوا فرحت الخبر، بس دام غير القانون يعني عادي نشوف تدخلات. إيه، راندي نظف الطاولة الفرنسية بالMFT وبعدين الطاولة الأمريكية، يحب الاثنين. زبالة على المساعد وضربت كندو على ايجنت 47 ورا ساكت، وفروك سبلاش كسر على الطاولة. الطرف الثاني سمو دروب لراندي، ولاريت لف كيفن اوينز فوق تحت. شباب، مش اقول عن جمهور الفرنسي، فعلا احب الفرنسي، طبعا قصدي الحضور بتفاعل المجنون والاجواء. تحس كأن راسلمانيا، وينكم يا WWE؟ لو بيدي بحضر عروضهم صراحة، الجو خيالي. منو؟ صراحة الجو خيالي. حاب أقول تاما تونغا نافس، كان مشارك في عروض WWE لسنين، فاهم دوره بأحسن طريقة، ولكن تعب في نص المباراة. حبيبي عدل لياقتك، لو ذاروك اشتغل على نفسه وهو شايب، لا تفضحنا عاد. سولو دخل في الطاولة وتاما ينقذ وعنده كراسي، بس الأفعى رد بباور سلام وآركيو بس بصبع ينقذ. النزال وصل لدرجة ما بغي تنتهي، متعة بلا حدود. ورا DVD على الكراسي راح الولد الثبت ولا تانجلوا، نعم يسحب الحكم. عندنا بعض الناس في بالنا بس لا، وصل جيكوب فاتو من وش تانجلوا. يا اخي هذا معروف بالبوتشات، حتى تاخر في السبوت. زين الحكم سحب نفسه من أسوأ المصارعين في نيو جابان. ليش تجيبه يا تريبل اتش؟ ليش؟ بتقول لي أخو تاما تونغا وهم مع بعض وعارفين، يعني بين الأخوان ما لقيت غير هذا؟ خلوني أكمل. هاجم الشباب بالستبس يوراناغي وصبع سولو للفوز. مباراة جميلة استمتعت فيه كثير. بس نرجع للمفاجأة، نعم تانجلوا هو كان في WWE باسم كاماتشو، كان يركب سيكل مع هونيكو أيام زمان، وصار تاك تيمز مع أخو تاما تونغا في نيو جابان. كان اسم الفريق غوريلاز أوف ديستني في عصابة بوليت كلب، ولكن انتشر الميمز للرجل هذا بسبب البوتشات والحركات التعبانة. مصيبة عندهم أخو ثالث اسمه هيكاليو، موهوب وتحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بس ما خلص عقده حتى الآن. شارك في مهرجان الأخير لنيو جابان بعد راسلين دانتاكو، فما أدري لو جيكوب فاتو ما وافق ينضم مع WWE أو في سبب ثاني للموضوع، لأن شفنا في الأخبار أنه قريب جدا يوقع مع WWE. يمكن في خطة في راس تريبل اتش، بس بنشوف مستواه، نعم قريبا. ورا الكواليس شفنا جاي أوسو حبيب يسخن وشاف الفريق، بعدين بول هيمن عنده نظرات كأنه يترجاه بشيء، تعال انقذني منهم، بس هذه لعبة، نعم بنشوفه قريبا ياكل تبن من البلود لاين 3.0. نعم تانجلوا هذا روحه 1. وتخيلوا معاي الجمهور يوم شاف تاما تونغا في WWE لأول مرة، كانت في سماك داون. الميم اللي انتشر في السوشيال ميديا ان تريبل اتش حبيبي وقع مع تانجلوا ويحطون بوتشات الحبيب، واليوم نشوفه في العرض، يعني الميم صار حقيقة. كمون ما نتمنى يثبت نفسه ويكون كفو في النزالات. تفاعل كبير لجاي أوسو بينافس ديمين بريست على لقب وزن الثقيل.
تعرفون وانا اشوف النزال هذا فهمت خسارة كودي رودز في راسلمانيا 39 اول نزال بينه وبين رومان رينز كانت ايجابية، كونوا جاي اوسو انه يكون سوبر ستار، صح ما فاز بلقب فردي ولكن تحس انه جم مهم، تبغي واحد يشارك في المين ايفنتس موجود، اذا عنده نزال المشاهدين يتحمسون وصار جزء مهم في ماندي نايت رو. حتى كودي استفاد اكثر بعد الانتقام في السنة الثانية، فوقها قصة البلود لاين اخذ منحنى مختلف مع انضمام بعض الناس نتشوق له في سماك داون. جيدي ماكدونا تدخل في النزال وديمين عصب لأنه قال له قبل ما أبغي تدخلات ولا تساعدني في المباراة، خلني أنا مع جاي أوسو نتفاهم مع بعض، وكل سوبر كيك من جاي وراء أوسو سبلاش، ولكن ديمين عمل كيك أوت. وقف قلبي يا شباب، ييت ونو ييت من الاثنين، ريزرز إج وسبير عمل كيك أوت بيذبحوني شباب. فين بلر تدخل المرة هذه وقفه وكلوز لاين لفلفة وراء ساوث أوف هيفن، هني جاي وايت، جاي وايت هني جاي أوسو يقوم راوند هاوس كيك مرتين والثالثة مش ثابتة مع ثلاثي سوبر كيك سبير وأوسو سبلاش، ولكن الشخص اللي يكره ديميان بريست وقال له حل عني اذلف ينقذ ديميان في اللحظة هذه ويرفع رجله على الحبل، جاي هاجم باقي الشباب ومع الأسف خرب على نفسه، خذ سوبر ساوث اوف هيفن ديميان بريست يحتفظ بلقب وزن الثقيل في نزال جميل. يمكن التدخلات خربت الجو بس كذا مرة في بالي ان جاي اوسو ممكن يفوز، حبيبنا الاخ الاصغر للاوسوز محبوب وبياخذ لقب العالمي يوما ما في المستقبل بس مش وقت الان. نعم ديميان بريست لازم يكمل مع اللقب، واذا بيخسر عندك كونثر او درو ماكنتاير مناسبين للدور هذا. بعد المباراة فين بالر وجاي دي هاجموا جاي اوسو بس ديميان وقفهم، اوه شكله بيتحول بيبي فيس وبيخلي باقي افراد الفريق يشكون فيه، يعني عندنا مشاكل في البلود لاين موجوده في سماك داون ومشاكل للجادجمنت داي نشوفه في ماندي نايت رو. حلو اكشن لعروض الاسبوعيه. اعلنوا باكلاش كان اكبر ربحا في التاريخ للبيبر فيوز في الاريناز اللي يكون اصغر من الملاعب، يعني اسعار التذاكر للبيبر فيو هذا كانت نار شرار بس بيضوا وجوهنا عيال فرنسا. منو يعني ما الاقي المسجات غير وقت التسجيل، والدبليو دبليو اي لو انا مكانكم بعمل مهرجان كل سنه في الدوله الجميله هذه. نعم شباب بتكلم عن السيدات، يعني جهزوا انفسكم، لكن بشكل سريع جيد وبيانكا بيلير فازن بالقاب التاك تيمز للسيدات، ومستوى جيد كارجيل يعني عادي جدا في كذا سبوت، ما كان في تفاهم، واحدة تسوي حركة والثانية ما تدري عن شيء، بس أضرب تحية لبيانكا بيلير اللي بدونها كان شفنا كارثة في النزال هذا. بتقولون تفاعل كبير من الجمهور، أنا فاهم متفاعلين لكل شيء، بس تخيلوا معاي لو جيت كارجيل قدمت نزال فردي صدقوني بتضيع البنت ولازم تحسن نفسها. وبعدين أعلنوا عن نزالات بطولة ملك وملكة الحلبة راح تبدأ في ماندي نايت رو مع السيدات زوي ستارك ضد آيفي نايل، شينا بيزلر ضد زيلينا فيغا، لايرا بالكيريا ضد آسكا، وإيو السماء ضد ناتاليا. رشود مستانس. بعدين الرجال أوف درو ماكنتاير ضد فين بالر، عطني عندنا كوفي كينغستون ضد ري مستيريو، ريكوشي ضد إليا دراغونوف يا سلام، وغونثر ضد شيمس. ليش نشوفه في المرحلة الأولى يا تريبل إتش؟ خله في النصف النهائي ابني على الأقل حمس المشاهد، ولكن أتوقع درو بينافس غونثر في نصف نهائي البطولة، والربع النهائي في احتمال نشوف غونثر ضد دراغونوف، يعني أسابيع مجنونة ينتظرنا في العرض الأحمر. والآن نزال لقب الموحد بين أي جي وكودي رودز، وأنا تابعت الإعادة لباكلاش ومستغرب ما شفت نزال بيلي لسبب ما مش موجود، وما أبغي أدخل السوشيال ميديا وينحرق علي العرض، بشوفه بعد المباراة. المهم أي جي قدم عداوة مع إلي نايت بدت من الرويال رامبل وانتهت في راسلمانيا بعد ما خسر الاستثنائي، او هذا اللي كان في بالنا، بعدين شارك في التصفيات للقب كودي رودز، والنهائي كان ضد الميجا ستار بس فاز وانتقم من الحبيب، بعدين قدم برومو جيد قبل اسبوع ومبارح ولع في المين ايفنت لسماك داون بكلام قوي نوعا ما، قال كودي ما عجب الوضع قبل يوم كان ستاردست، وصح كودي عمل حركة ستاردست في النزال هذا. بعدين في البرومو قال كودي رجع الدبليو دبليو اي والكل ساعده عشان يخلص القصة، بس اي جي اثبت نفسه خارج الاتحاد وهم داخل الدبليو دبليو اي، صراحة كلامه في محله. بعدين الكف
من قلب. وصلنا البيبر فيو وشوف اي جي متحمس وكودي معاه قدموا شغل كلاسيكي والاستثنائي كيف ما يكون في المين ايفنتس يا تروبل اتش. ارحمنا بس. برين باستر على طرف الحلبة وباور بومب على طاولة المعلقين. بعدين اتذكرت كلامهم يوم كودي قال اي جي بيكون الضحية الاولى، هيا المن بيكون الضحية الثانية لان راندي وكيفن اوينز خسروا نزالهم اليوم واي جي بيلعب ضده. ف من عندك ليكون الي نايت؟ صراحة ما عندي مانع بس نحتاج واحد هيل. بوبي لاشلي حلو بس بيبي فيس. عندك اندرادي هم بيبي فيس. بوغاشينسكي ناكامورا يا شباب، نعم يمكن نلعب ضده ما ادري. المهم نرجع ونشوف سبرينغ بورد 450 ورا البيرنينغ هامر. بس كودي قام ما عد واحد كنا في نيو جابان. اتحمس، اعطانا كودي كتر وفينامينال فور ارم رد ولد دستي بالسوبر كيك كنا اي في بي. وحركة كيمورا يا شباب كنا بروك لزنر. تبغي مشاكل انت ولا كيف؟ ورا السوبر كودي كتر وكروس رودز للفوز. مباراة حلوة جدا ولكن توقعت اكثر من الشباب. لو كملوا بعد خمس دقايق كنا بنستمتع فيه اكثر، بس الاستثنائي كفيت ووفيت. اتمنى ما تتهمش، والكابوس الامريكي يستمر بلقب الموحد. ننتظر منافس القادم في كينج اوف ذا رينج. زين يا شباب، بيلي احتفظت بلقب السيدات ضد نيومي وتيفاني ستراتون في نزال جميل شتان فرق كبير لمباراتها ومباراة التاك تيمز للسيدات. تيفاني بدعت، حتى نيومي قدمت مستوى جميل، بس عطوني السبب ليش مش موجود في شاهد. اللي عنده المعلومات يكتب لي اياه في التعليقات. ككل مهرجان باكلاش تاريخي بالجمهور، واتمنى جماهير امريكا يتعلمون منهم. حبيت نزال التاك تيمز بين راندي وكيفن ضد سولو والام اف تي، بس النهايه الصدمه بس خربت الجو. مباراه جاي وديميان بريست حلوه، التدخلات يعني خربت شوي ولكن استمتعت فيه. اما كودي واي جي جميله جدا واشوفه افضل نزال في العرض. وانا انتظرت انكل هاودي بس ما ظهر الحبيب، وادري في تيز وكيو ار كود وسوالف بيني وبينكم. مطوا الموضوع مط بما فيه الكفايه، يعني خلاص خلنا نشوفه بسرعة وقت. تمام موجود، عرفنا ان بو دالس كتبوا بو ليف، خلنا نشوف الفريق. برون سترومن موجود، ايريك روون وقع مع الدبليو دبليو اي على حسب الاخبار، واذا الكس بلس معاهم احلى واحلى، شيء جديد مختلف وما عندنا اسامي في سماك داون. فيلا يا تروبل اتش يعني لذلنا. واعلنوا راس المانيا بيكون في لاس فيغاس بتاريخ 19 و20 ابريل، يعني بعد رمضان. احلى كلام يا شباب، بيكون في استاد ليجن اللي يتسع ل 71 الف متفرج على حسب حجم الستيج. وانا قلت يمكن نشوفه وين؟ في لندن، لان شو اسمه العمده او الوالي صادق خان فاز بالانتخابات. هذا نفسه اللي وعد قبل الانتخابات بان لو فاز بيحاول يجيب راسل مانيا في بريطانيا. فبنشوف اذا بيكون قد كلمته او يعمل نفسه ناسي. استمتعت بعرض اليوم، حسيته خفيف لطيف، ما كثروا مباريات. لو ضافوا سامي زين مع تشاد جيبل وبرونسون ريد يعني بتحلو اكثر، ويشيلون مباراة التاك تيمز للسيدات. ايه بتكون بيرفكت، بس نترقبه في عروض الاسبوعية. حاب اشكر المنتسبين اللي بدونهم كان لا شفت فيديوهات تحليل ولا شيء، من بوع سكور 15 ركان 20 محمد نور روكي لو بوهية 123 كيد فازم ال محمد كاكا محمد الوتار احمد الحمود مبارك سعد وعمار عبد الرحمن. ولباقي المشاهدين تقدرون تنتسبون في القناة وتشوفون فيديوهات حصرية مثل حتى سماك داون كان نازل عن المعتاد صاحبته مو موجودة في نفس العرض. أمور يعني الرابط موجود في الوصف أو بزر الجوين. الله يحفظكم ولا تنسون دائما أبدا بينكم وان. Yeah!